طب تعالوا بينا بقى نروح نشوف في القاموس، هل كلمة عانس دي كلمة ومصطلح يعبر عن أو مفرد يعبر بس عن حالة البنت؟ الحقيقة إنه لأ، الحقيقة إنه المصطلح ده للراجل وللست. بيقول الكلمة أو تعريف الكلمة دي إنه من لم يتزوج أو تتزوج مع تقدم السن. والحقيقة إنه مش بس خاص بالستات، مش بس خاص للبنت اللي ما اتجوزتش وتقدمت في العمر من غير ما تتزوج، لكن كمان هذا المصطلح لو بنقوله للبنات، وانا هو من المفترض كمان انه يتقال على الرجاله، لكن اللي بيحصل انه لما الراجل بيتقدم في العمر او ما يتجوزش او يبقى في سن الجواز وما يتجوزش فيقولوا عليه ايه؟ اصله اعزب. لكن ما يقولوش عليه زي ما بيقولوا على البنات اصله عنس او اصله عانس. الحقيقه دي واحده من الحاجات اللي استوقفتنا جدا، لانه احنا عمالين نصلح اخطائنا، والحقيقه انه احنا عمالين نواجه مشاكلنا. واحده من الحاجات اللي احنا يجب ان نتخلص طبعًا منها طبعًا ونشطبها تماما من قاموسنا ومن مفرداتنا في المجتمع بتاعنا. بالظبط، هو ده انك توجه اهانه لواحده ما اتجوزتش لاسباب متعدده. ما هي ممكن تكون عندها مشاكل صحيه، ممكن تكون ما قابلتش ابن الحلال، ممكن تكون لا عايزه ممكن تتحقق تكون قابلته شري وهي مش عايزه مثلا. صحيح، هي اللي رافضه اصلا. صحيح. ده صحيح. ممكن تبقى هي بترعى والدها ولا والدتها ولا اخواتها.